أطلقت مديرية البيئة لولاية أم البواقي مبادرة بيئية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الجمعويين وبدعم من الوكالة الألمانية جي زد. اليوم رانا في هنا مجتمعين مع كل الشركاء والفاعلين في مجال حماية البيئة من جمعيات مجتمع مدني مديريات حماية مدنية حتى الأمن متواجد معنا. النشاط هذا كنا درناه في إطار مشروع بيملو اللي تلقاته وزارة البيئة مع الوكالة التعاون الألماني جي زد. واش معنى فلوغيك؟ هو نشاط بيئي رياضي، معناته أن الناس تهرول أو تجري تقوم بنشاط رياضي وفي نفس الوقت تجمع النفايات، والهدف تاعو هذا أن نوصلوا ننسخوا الثقافة والوعي البيئي لدى المواطنين ولدى الأطفال، حتى أن الأطفال راهم مشاركين معنا اليوم بعدد يفوق 80 طفل، وكل الشركاء وشرائح المجتمع هم مشاركين معنا اليوم. المبادرة كانت تحت مسمى البلوغينغ، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دمج نشاطات النظافة البيئية مع الرياضة. وهو النشاط الوطني حول ثقافة والالتزام بالبيئة. اليوم تحتضن ولاية المحبوب هذه الأيام هو الالتزام المدني والرياضي لهذه الولاية، وكذلك هي ثقافة لتلاميذنا ولأبنائنا في المدارس. اليوم بارك الله فيكم على هذا الحضور. احنا اليوم متواجدين بدار البيئة على أساس المشروع الذي سطرته مديرية البيئة على مستوى ولاية المرباقي مع شركاء. احنا الدور تاعنا اليوم حضرنا باش نبلغوا هذه الرسالة للمجتمع، لأنه اليوم رانا بصدد احنا راح نخرجوا في الميدان بأفواج أفواج من أجل أنه نقوموا بهذه العملية رفع الحاجات البلاستيكية. بسم الله الرحمن الرحيم. كشف الإسلامية الجزائرية المحافظة الولاية أم البواقي شاركنا اليوم في تظاهرة السباق البيئي بلوغينغ على مستوى دار البيئة لولاية أم البواقي، في حيث تمثل النشاط في جمع النفايات. وهذا الأمر ليس بجديد على الكشافة، فالكشاف من بين القوانين التي يتعلمها بأن الكشاف يحب الطبيعة. وتستمر المبادرات ليستمر العطاء عبر مختلف الميادين بعاصمة الولاية.